طبعا ده حريق في العاصمة. شوف البرج، البرج الجديد ده زي ما انت شايف مولع من تحته، 100,000 سيارة متفحمة من تحته، والدنيا مقلومة. أنا مصور بنزوم من بعيد، ربنا يستر بقى، ربنا يستر. مش عارفين يطلعوا الناس زمايلهم عمالين يجوا تحت، الناس اللي كانت عمالة تجي في اليوم زمان ولا في اليوم فوق مش عارفين يطلعوهم. ما عارفينش هنا أسطورة برج لسه حديث الإنشاء، مولع من الجزء الخلفي حوالي أكتر من 40 سيارة إسعاف مش عارفين أعمل إيه. الكويت بتولع يا جماعة، الكويت بتولع. انتوا عارفين البرج الحمراء بيولع من تحته، شايفين اي خدمة بس. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.